السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. يوجد لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. وصفتنا اليوم كاب كيك، كيعجبو كبار وصغار صراحة، كيجيو لذيذين بزاف. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتيو. فيلا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة نشدو البنان، انا درتو في واحد الطاوة وهنجي عليه ثاني دا وندخلو الفران باش كيعطي واحد النكهه زوينه في دوك الكب كيك. ونتلاقى دابا ندوزو مقدار. نحتاجو كاس ديال الماء، كاس جوج كيتان ديال الدقيق، نحتاجو كاس ديال السنيده، ربع كاس ديال الزيت، نحتاجو كافي بودرة، انا خديت غي كوغي وحسب كل واحد، عندنا شويه الخل شويه الملح، عندي بيضه وحده وساشيت ديال الخمار، وعندي هنا لي بيبيت والشوكولا. كيف ما كتشوفوا دابا درت الكيسان ديال الدقيق، ونزيد سنيده، وندير شويه الملح، وندير صاشي خمارة، ونزيد شوية من كافي ريكوري بودرة. كيف ما كتشوفوا دابا نبداو نخلطو مزيان بحال هكا. كيف ما كتشوفوا دابا نزيد الماء، وهنزيد الزيت، وندير البيض، ونخلطو بحال هكا. كيف ما كتشوفوا البنان ملي خرجتو من الفران هكا كيجي كاراميليزي. ودابا نديرو في الخليط ونزيد لي بيبات والشوكولا، ونبدا نخلط. ودابا خديت المول ديال كاب كيك، درت فيه هاد الكويرطات، ودابا غنبدا نكب الخليط ديالي. ودابا ندخلو من الفران ونطلقو. وهذه هي النتيجه الاخيره ديال الكب كيك ديالنا. كيف ما كتشوفونا زينت انا بهذه الطريقه هذه، وكيبقى تزين حسب كل واحد. كيف ما كتشوفوا صراحه كيجيو لذيذين بزاف وساهلين التحضير. نتمنى انكم تجربوهم، وما تنساوش تضغطوا على زر لايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.